سابقة تاريخية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. معرض إكسبو 2020، أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. للترويج السياحي والاستثماري للمعرض، انطلقت فعاليات أسبوع الإمارات للترويج لمعرض إكسبو دبي 2020 في أحد أكبر المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو، وفي حديقة المركز الوطني للصناعة الشعبية فادنخا أفيامول. قررنا نحن كسفارة وفريق إكسبو دبي وبكل حرص أن نقوم بعمل هاي الفعاليات لمدة 10 أيام في روسيا لتعريف الجانب الروسي بالثقافة الإماراتية، العادات الإماراتية، وإعطائهم أيضاً فكرة أكبر وأوسع عن إكسبو دبي 2020. الجمهور الروسي والأجنبي أبدى إعجابه الشديد بحفل افتتاح الأسبوع الإماراتي الذي شهد أنشطة شعبية فنية متنوعة قدمتها الفرق الإماراتية الموجودة. الخط العربي والرسم بالحناء وتقديم الأطباق الإماراتية أحد أبرز أنشطة الأسبوع التي تعكس جوانب مهمة من حياة المجتمع الإماراتي وتقاليده الشعبية، وستكون دليلاً للشعب الروسي وللعالم كي يختار دولة الإمارات كوجهة سياحية فعالة. جداً مهتم ويحب دولة الإمارات، فكان هدفنا أن قبل بداية إكسبو دبي 2020 نعمل هذا الحدث هني، ونترك أيضاً انطباع جيد قبل بداية الحدث في 1 أكتوبر في دبي. معرض إكسبو 2020 دبي يشكل بفعالياته المكثفة مصدر إلهام للبشرية من خلال دوره كمنصة دولية غير مسبوقة للابتكار والتعاون واستشراف المستقبل وإمتاع الزائرين. الفعاليات التي ستقام في إكسبو 2020 تتضمن أكثر من 60 فعالية في اليوم. في عندنا أكثر من 191 دولة مشاركة في إكسبو 2020، وكل هذا يستقطب الزوار الروس إلى إكسبو 2020. عام 2018 وقعت الإمارات وروسيا اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتحتفظ دولة الإمارات بسمعة جيدة في أوساط الشعب الروسي. مشاركتنا في موسكو هذه الأيام هو الترويج لمعرض إكسبو دبي 2020 ودعوة الشعب الروسي لحضور إن شاء الله المعرض اللي راح يفتتح في شهر أكتوبر، ودعوة للعالم جميعا لحضور هذا الحدث العالمي الذي يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط. تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، تحرص الإمارات على أن تقدم النسخة الأفضل لمعرض إكسبو على مستوى العالم، وتعطي شعوراً بالثقة والأمان رغم تفشي وباء كوفيد-19، ما يؤكد قدرة الإمارات على مواجهة أكبر التحديات بشجاعة وتصميم مع مرونة وتميز استثنائي. إكسبو 2020 دبي 6 أشهر متواصلة من الإبداع، يتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع احتفالات استثنائية تستعد لها دولة الإمارات احتفالاً باليوبيل الذهبي. لازم نظهر للعالم مو بالمبنى الموجود، الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعدنه شنو.